أما الآن مشاهدينا الكرام نفتح باب الحوار مع محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي من عمان الأستاذ أحمد عزام. مرحبا بك أستاذ أحمد إلى هذه الساعة الاقتصادية. والبداية، الأسبوع الماضي كان حافلا بالأحداث ومن أبرزها وصول ترامب للبيت الأبيض. كيف تأثرت الأسواق العالمية بهذا الحدث خصوصا الأسواق الأوروبية؟ مساء الخير على نعم، بكل تأكيد كانت الأسواق الأوروبية عرضة لعمليات الهبوط والانخفاضات، خاصة الأسهم الأوروبية كاك على سبيل المثال، فوتسي، جميعها قد سجلت بعض الانخفاضات كأسواق الأوروبية. عند الانتقال إلى العملات الأوروبية، نعم اليورو قد واجه بعض الضغوط نظرا لارتفاعات الدولار الأمريكية جراء انتخاب أو عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. فبكل تأكيد عندما ننظر إلى المعطيات بشكل كامل كمنتجات التداول، كان أكثر المسجلين عمليات التقلبات السعرية هي العملات الرقمية كتسجيل ارتفاعات. الأسهم الأمريكية، الدولار الأمريكي، كان جميعها قد سجل ارتفاعات قد أعطيه بعض الشيء علاء لأنه تجارة ترامب أو ترامب تريد كانت قد طاغية في الأسواق بالنسبة للتسعيرات عندما سجل دونالد ترامب بعض النجاحات في الولايات المتأرجحة ثم استكماله بالولايات المتأرجحة بشكل كامل والوصول بكونغرس كامل، مما أعطى بأن إمكانية التشريعات القادمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قد تمر بسهولة نوعا ما. فبالتالي قد سعرت الأسواق حملة دونالد ترامب التي أشار إليها قبل الانتخابات الأمريكية بأنها قد تكون فاعلة بعض الشيء جراء إمكانية وصول مجلس شيوخ كامل من حزب دونالد ترامب. طيب، وهذا أيضا يدفعني إلى سؤالك، برأيك من هي أكثر السلع تأثرا بعودة ترامب ولماذا، سواء كان سلبا أم إيجابا؟ على ما أعتقد قد يتم تصنيفها على بالنسبة للناحية الإيجابية هي ما يندرج تحت تجارة ترامب أو تحت ترامب تريد في الفترة القادمة. عندما ننظر إلى الأسهم الأمريكية دائما ما نتجه إلى التاريخ دائما ما كان عرضة لإعادة نفسه في الفترة السابقة. فبالتالي عندما ننظر إلى الحقبة الأولى لدونالد ترامب في عام 2017 إلى عام 2021 كانت الأسهم الأمريكية قد سجلت الارتفاعات. فبالتالي هناك بعض الإشارات في ظل الأوضاع الحالية مع تخفيض أسعار الفائدة مع الأوضاع الاقتصادية بشكل عام لأن يكون هناك إمكانية لتسجيل المزيد من الارتفاعات للأسهم الأمريكية. الدولار الأمريكي هناك بعض الاختلافات، يمكن علاء بتوافقنا الرأي بأنه المخاوف هنا بعض الشيء من توجهات دونالد ترامب في الفترة القادمة، السياسة التي قد يتبعها مع الدول سواء كانت الصديقة أو غير الصديقة في الفترة القادمة. فبالتالي الدولار الأمريكي قد يكون عرضة بين ارتفاعات وبين انخفاضات بالرغم من أنه لحتى الآن قد يكون التوجهات إيجابية بعض الشيء. يمكن على رأس القائمة العملات الرقمية جراء طبعا ما أشار إليه دونالد ترامب في نبرة جيدة في الفترة في فتراته قبل الانتخابات الأمريكية بأن إمكانية الوصول إلى تشريعات بعض الشيء أو حتى على الأقل النبرة الجيدة النبرة الإيجابية بالنسبة للعملات الرقمية من دونالد ترامب كأول رئيس أمريكي. فأعتقد بأن العملات الرقمية قد تكون هي الأرجح والأفضل أداء في فترة دونالد ترامب لو ما تركنا الباب طبعا مفتوح لأن دونالد ترامب هو سيد المفاجآت سيد القرارات المفاجئة. فبالتالي إذا ما أعطى الإشارات كما أشار إليها سابقا أو اتجه بنفس النبرة السابقة أعتقد أن العملات الرقمية قد تكون هي الأفضل للمستفيدين. الأسوأ أداء هي ما قد يتجه إليه دونالد ترامب لمعاقبته في الفترة القادمة. بكل تأكيد الاحتياطي الأمريكي أو احتياطي الدولار الأمريكي هي الوجهة للرئيس الأمريكي، فهناك بعض المخاوف بأن يكون هناك تعريفات جمركية مرتفعة على من يخفف الاحتياطي للدولار الأمريكي. فبالتالي قد يكون هناك وجهة سلبية بعض الشيء للعملات اليورو على سبيل المثال، مخاوف كبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك ضغط سلبي من دونالد ترامب والتعريفات الجمركية. ختاما، النفط قد يكون هي أحد الأدوات التي قد تتجه لتسجيلات انخفاضات في الفترة القادمة. طيب، كيف تنظر أستاذ أحمد آسيا إلى عودة ترامب خصوصا الصين مع عودة هذا الرئيس الأمريكي الذي وعد بعدة إجراءات لربما لن ترغب بها الصين وستكون قاسية عليها منها رفع التعرفة الجمركية؟ يمكن على أتفق معي أن الحرب التجارية الأولى قد تتجه إلى حرب تجارية ثانية في الفترة القادمة. بكل تأكيد الإشارات في الفترة حتى الحالية أن دونالد ترامب قد يعين رجلين من رجالاته هم
ما يعرف عنهم بالاتجاهات أو اتجاهات السلبية بالنسبة للصين والسياسة الصينية، فبالتالي قد يكون هناك بعض التوجهات لتعريفات جمركية. فول الصويا هو أحد المخاوف الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هناك تعريفات جمركية متبادلة. في الحقبة الأولى لدونالد ترامب في عام 2017 كانت هي الحرب التجارية الأولى، كنا قد نشهد تعريفات جمركية مرتفعة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم رد من الصين الحكومة الصينية. فبالتالي أعتقد بأن ما تتجه إليه أو ما يتجه إليه العالم هو تعريفات جمركية مرتفعة جدا قد تصل إلى 60% وبعض المنتجات إلى 100% بالنسبة للمنتجات الصينية، وبالتالي سوف يكون هناك رد صيني. ما أود أن أشير له هنا أن الأسهم قد تكون عرضة لانخفاضات في تلك الأوقات جراء عندما يكون هناك تعريفات جمركية وارتفاعها، يكون هناك ضاغط سلبي على أسهم تلك البلاد. طيب أنتقل معك إلى الفيدرالي الذي خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في سياق متصل طبعا بترامب. الرئيس الجديد كان قد ألمح إلى ضرورة تدخل الرئيس بقرارات الفيدرالي وأيده بذلك مؤخرا إيلون ماسك، فما رأيك؟ وحتى البنك الفيدرالي، رئيس البنك الفيدرالي قال لن أخضع لأي قرارات لن تخدم الاقتصاد الأمريكي، فهل نحن مقبلون على حرب اقتصادية داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين البيت الأبيض والفيدرالي الأمريكي؟ يمكن علاء كنا قد اعتدنا بأن الفيدرالي الأمريكي هو هيئة مستقلة عن الحكومة الأمريكية من جهة. من جهة أخرى في المؤتمر الصحفي الأخير لجيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي كان قد أشار بإجابة واضحة بأنه هل سوف يتم استقالته لو طلب منه دونالد ترامب ذلك، أشار بلا. فبالتالي أعتقد بأن جيروم باول هو سوف يكون في مرمى انتقادات دونالد ترامب في الفترة القادمة، كما اعتدنا في الحقبة السابقة مع جانيت يلن كان هناك أي إشارة من جانيت يلن أو أي حتى تغيير في السياسة النقدية كان دونالد ترامب يتجه إلى الانتقاد لتلك السياسة النقدية. فبالتالي أعتقد بأنه الحرب الداخلية، لا أعتقد أن تصل الحرب الداخلية، لكن هو سوف يكون في مرمى انتقادات دونالد ترامب في الفترة القادمة جراء حتى لو اتجه بسياسة نقدية بتخفيض أسعار الفائدة في الفترة القادمة. وكما نعلم بأن دونالد ترامب هو من أحد رواد النمو الاقتصادي وأحد مطالبين النمو الاقتصادي وأحد مطالبين أسواق عمل جيدة، فبالتالي عندما نجد تخفيض أسعار الفوائد في الفترة القادمة متدني أو متقلص منخفض في الفترة القادمة، أعتقد بأن دونالد ترامب سوف يكون ضاغط أساسي. هنا ما أود التلميح له علاء بأن التضخم قد يكون هناك اشتعال شديد في الفترة القادمة جراء التعريفات الجمركية وجراء تخفيض أسعار فائدة قد يطالب فيه دونالد ترامب بشكل سريع جدا. لكن حاليا وعند وصول دونالد ترامب أعتقد بأنه قد تكون هي سياسة مستقلة من الفيدرال الأمريكي عن طيب الأمريكي. وهنا أسأل، البنوك المركزية العالمية بادرت في معظمها إلى الاقتداء بالفيدرالي وخفضت الفائدة، هل يعني هذا أن التضخم بات مسيطرا عليه وهناك مناخ من التيسير النقدي؟ يمكن على ما أعتقد هو مناخ من التفاؤل أكثر من مناخ من التيسير النقدي. يمكن على لو صح التعبير، حتى أنه تخفيض أسعار الفائدة كانت الاتحاد الأوروبي هو من قاد الطليعة، الفيدرالي الأمريكي اتجه بعد الاتحاد الأوروبي لتخفيض أسعار الفائدة، بالرغم طبعا من أن الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ب50 ثم 25 مقود أثار. لكن التوجهات القادمة، هل التضخم قد انتهى؟ أعتقد بأنه على ممكن التوقع للتضخم قد يكون صعب بعض الشيء. تاريخيا لم ينتهي التضخم بموجة واحدة، كان هناك موجة متتالية بالنسبة للتضخم من ناحية. من ناحية أخرى عندما حتى ننظر إلى مكونات التضخم في الفترة الحالية، مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة لا يزال مرتفع في معظم الدول، بأن بريطانيا هي عند مستويات ما يقارب 3%، الاتحاد الأوروبي عند مستويات 2.8% تقريبا، الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عند مستويات مرتفعة أعلى من 3%. فبالتالي هذا المؤشر يعطي الإشارة بأن التضخم قد يكون راسخ بعض الشيء، الأجور مرتفعة، تضخم الخدمات لا يزال مرتفع، بالتالي على ما أعتقد أن البيئة التضخم لا تزال مشتعلة، قد تحتاج إلى دوافع أخرى في الفترة القادمة لتحريك هذا التضخم. فبالتالي أعتقد بأنه تخفيض أسعار الفائدة هو ردة فعل بأن التضخم اقترب من مستهدفات البنوك المركزية، لكن التوجيهات المستقبلية في الفترة القادمة قد تحتاج أرقام أدق، تحتاج أرقام
أفضل دقة في الفترة القادمة لتحديد التوجهات القادمة. أعتقد بأن البنوك المركزية قد تتجه للتوقف في عام 2025 مع كل ربع، وأن يكون هناك مع كل ربع تخفيض واحد فقط بالنسبة لأسعار الفائدة. طيب، كيف تأثر قطاع النفط بفوز ترامب؟ وما هي الخطط الرئيسة التي يحملها الرئيس الجديد لقطاع الطاقة الأمريكي؟ يمكن على انخفاضات أسعار النفط كانت ما يقارب $3 للبرميل، سواء كانت برنت أو خام غرب تكساس. عندما نتجه إلى التوقعات في النفط في الفترة القادمة، كما اعتدنا على دونالد ترامب، يمكن هو بيحمل شعار تيك بيبي ديك، فعلى ما أعتقد بأنه هو قد يتجه إلى دعم إمكانية الحفر للنفط في الفترة القادمة، الغاز الطبيعي، الفحم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني بأن التنظيمات قد يكون هناك بعض التسهيلات، فبالتالي تلك التسهيلات قد تعطي بعض المعروض بالنسبة للنفط في الوقت الذي يمر فيه العالم في تخمة بالمعروض وقلة في الطلب، فهذا قد يكون هي دافع بالنسبة للنفط لتسجيل بعض الانخفاضات، وقد يكون دافع سلبي جدا، خاصة بأنه أوبيك بلس قد أشارت بزيادة التخفيض الطوعي أو استمرار فترة التخفيض الطوعي بالنسبة للنفط، مما يعني بأن المخاوف بالنسبة للمعروض وبالنسبة للطلب لا تزال متواجدة بالنسبة لمنظمة أوبيك. فبالتالي أعتقد بأن سياسة دونالد ترامب لو جاءت كما كانت في العهد الأول قد تكون هي دافع سلبي بعض الشيء بالنسبة للنفط. طيب، الذهب المعدن الأصفر سجل انخفاضا مع صعود الدولار بعد فوز ترامب، كيف يتأثر قطاع المعادن بصورة عامة بهذا الحدث وهو عودة ترامب إلى السلطة من جديد؟ البعض يقول أن هذا الأمر مرتبط بدعم ترامب للعملات المشفرة، وهو يريد أن تكون هذه العملات هي الملاذ الآمن بدل المعادن الثمينة. ما رأيك أستاذ أحمد؟ هي أعتقد علاء بأنه اعتماد البيتكوين كاحتياطي، كما تم ذكره احتياطي للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد قد يواجه صعوبة كبيرة في بعض الشيء، لأنه أسواق العملات الرقمية هي أسواق متقلبة جدا سعريا، فبالتالي أعتقد بأن دونالد ترامب لن يكشف الاحتياطي بشكل كامل لأسعار متقلبة بشكل كبير جدا. انخفاضات أسعار الذهب قد أعزيها بعض الشيء، لأنه المعطيات المتواجدة بالنسبة للذهب في الفترة الماضية قد تم تسعيرها على ما أعتقد بالأسواق. كنت ذكرت على قناة العراق سابقا علاء بأنه التصحيح بالنسبة للذهب قد يكون وارد جدا، لأنه المعطيات قد تم تسعيرها سواء من التوترات الجيوسياسية وحدتها في الفترة الماضية، أسعار الفوائد، التفاؤل المفرط بأن الفدرال الأمريكي قد يتجه بالجامبو كات أو عمليات تخفيض أسعار الفائدة المرتفعة في الفترات القادمة، ثم اصطدمت الأسواق. فبالتالي المعطيات المتواجدة بالنسبة للذهب كاستثمار واجهت بعض الصعوبات، فبالتالي التوجهات بالنسبة لانخفاضات الذهب أعتقد بأنها تصحيح بعض الشيء. مستويات $2600 للأونصة هي مستويات تعتبر قوية جداً، ثم قد نواجه مستويات 2555 بالنسبة لأنصة الذهب، نحتاج الوقوف عند تلك المستويات لمعرفة السلوك السعري بالنسبة للذهب عندها، لكن كعملات رقمية واحتلالها كاحتياطي أعتقد قد يكون مبكر بعض الشيء اعتماد دونالد ترامب، مع كما ذكرت أن دونالد ترامب هو سيد المفاجآت بالنسبة للتحركات الاقتصادية. طيب، كيف تأثرت العملات الرقمية؟ كيف تقرأ مستقبلها أيضا؟ إذا أستاذ أحمد، في ظل لربما التقلبات هي أصلا غير مستقرة، ويأتي رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية، لربما أيضا هو آراؤه حتى الآن هي غير مستقرة أو غير معروفة. هي كتقلبات سعرية على التقلبات السعرية تعتبر مرتفعة جدا، يعني قبل الانتخابات الأمريكية كنا البيتكوين عند مستويات ما يقارب $75,000، اليوم لمسنا مستويات $90,000 بالنسبة للبيتكوين، فالتقلبات السعرية تعتبر تقلبات سعرية مرتفعة وخطيرة جدا بكل تأكيد. لكن عندما ننظر إلى توجهات ترامب في الفترة القادمة، على الأقل تحمل نبرة إيجابية كأول رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أنه ذكر بأنه رئيس البورصات الأمريكية قد يتم إقالته عند مجيء دونالد ترامب، فبالتالي وهو رئيس البورصات الأمريكية هو عائق بالنسبة للعملات الرقمية وتشريعها في الفترات الماضية. كنا نذكر بأن صناديق الاستثمارات المتداولة قد واجهت صعوبات متعددة وعديدة مع جاري جانسلر رئيس البورصات الأمريكية، فبالتالي إزالة عائق عن تلك التشريعات قد يكون وجهة جيدة، وجهة إيجابية بالنسبة للعملات الرقمية كنبرة إيجابية. المعدنين في أكتوبر بالرغم من صعوبة التعدين في الفترة الماضية كنا رأينا ارتفاعات لعمليات التعدين، فبالتالي
إشارة بأن صناديق الاستثمارات المتداولة الطلب مرتفع عليها، هناك طلب عالي مرتفع على العملات الرقمية، فبالتالي هي إشارات إيجابية. أعتقد بأنه جميع المعطيات المتواجدة حاليا بالنسبة للعملات الرقمية قد تكون إيجابية. بعض الشيء يمكن لو مع بداية العام كنا تحدثنا على مستويات 100,000 كمستهدف بالنسبة للبيتكوين، كان مستهدف يمكن أن يكون ضرب من الخيال، لكن حاليا هو قريب جدا للبيتكوين، فبالتالي ميول بعض الشيء هي إيجابية للعملات الرقمية في الفترة القادمة على شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عزام، محلل أسواق مالية في مجموعة إيكوتي من عمان، على هذا الحوار.